مطبخ نريمه اليوم ان شاء الله. حبيت ندير معكم دي كاري تاع الدجاج بالفخوماج. الفخوماج انا استعمل هذا، انا سبقت وبديت ريحه الدجاج تاعنا، ريحه الصدر تاع الدجاج، درت بالثوم والمعدنوس. الان نضيف لها نزيد بالملح، بسم الله. عندنا هنايا الفلفل الكحل، الزنجبيل، والان نخلط. قلنا درنا صدر تاع الدجاج، الثوم، المعدنوس، فلفل الكحل، الملح والزنجبيل، ونخلط كلش باهي يتجانسوا كاع المقادير. الان نحكمو انبول تاع الدجاج، ديري كاس ماء فتحيها، اذا شتي تلصق ديري شويه، غطسي شويه يدك في الماء باه ما تلصقش. الان انا راني طيبت البطاطا، راني حبيت نرافق الكاري الدجاج نديرهم بالمعقوده ولا السفيريه. انا طيبت البطاطا في الماء والملح، خليها حتى تقطر مليح. نبدا كيما راهي واضحه في الصوره، ونزيد التوابل، ندير معدنوس، شويه ثوم، فلفل كحل، ونزيد لها شويه ملح، وندير لها الفرماج. هنا ندير الملح لان البطاطا ما درتلهاش بزاف الملح كي طابت، ونزيدو شويه فلفل كحل، ونزيدو عليها المعدنوس، ونديرو شويه برك تاع الثوم لان الثوم تجي قاطعة، ديري برك شوية. هنا معدنوس، شوية برك تاع الثوم. أنا نسيت هنايا ما قلتلكمش البيض، ديري البيض برك بشوية، ما ديريش ما تكتريش. نديرو لها الفرماج، انا قلت لكم هنا درت الفرماج، انا نسيت ما وريت لكمش البيض. ديري حبه بيض ضربيها، ديري برك بشويه ما ديريهاش دفعه واحده باه ما تجيكش جاريه. انا راح للمقطع وين درت شويه تاع البيض، راني نطيب الخبز رخيص تاع الشعير. درت الشعير ودرت النخاله، وهنا رانا رايحين نطيبوا البطاطا تاعنا ولا السفيريه، نرمدوها في الفرينه، الزيت تكون سخونه مليح،
من الافضل ديري الزيت، تعمري المقله، ديري مقله صغيره باش ما تديلكش بزاف الزيت. لا هنا الكاري تاع الدجاج والمعقودة راهم واجدين، ان شاء الله برك تعجبكم الوصفة، والسلام عليكم الوصفة القادمة ان شاء الله.